سورة الفلق التي يبدأها الله سبحانه وتعالى بقوله قل أعوذ برب الفلق. الله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تستعيذ، ألا تستجير، ألا تطلب أحداً يدفع عنك الشر إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه هو القادر على أن يدفع عنك كل شر. ويقولها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كانوا يستجيرون بغير الله، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فكان الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصرفون أنواعا من العبادة لغير الله. تخيلوا أنهم إذا مروا بوادي ينادي بعضهم الجن الأخفياء: يا سيد هذا الوادي، إنا نستعيذ بك من شر أعوانك أو من شر الجن الموجودين في هذا المكان. أما الله سبحانه وتعالى فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق الذي بيده أزمة الأمور كلها، هو الله سبحانه وتعالى، فلما تستعيذ بعبد ضعيف؟ إذن هذه نسميها عبادة العيادة، ويكون معها عبادة اللياذة. فالعياذة أن تلجأ إلى الله ليدفع عنك شرا، واللياذة تلجأ إلى الله ليجلب لك خيرا. والله سبحانه وتعالى في عشرات الآيات، في مئات الآيات في القرآن أمرنا أو تحدث عن هذه العبادة، عبادة العيادة، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين.